السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو يسجل لإفادة الذين يريدون أن يقدموا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لإصدار التأشيرة الجديدة، سواء أكان من المقبولين الجدد الذين لم يأتوا إلى الجامعة الإسلامية بعد ويريدون التأشيرة الجديدة، أو الذين قد قبلوا بالجامعة الإسلامية ودرسوا في الجامعة الإسلامية ولديهم رقم جامعي. فلهذين الصنفين هذا الفيديو يسجل. أول شيء، لطلب التأشيرة الجديدة نذهب إلى منهتي هذا الموقع ونمشي إلى منصة التأشيرة، وهناك يعرض علينا الخيارون. الخيار الأول للطالب الذي ليس لديه رقم جامعي، بالمعنى أنهم لم يأتي إلى الجامعة الإسلامية بعد ولم يقبل في الجامعة الإسلامية حضوريا، ولذلك ليس لديه رقم جامعي. أو للطالب الذي لديه رقم جامعي، بالمعنى أنه قبل بالجامعة الإسلامية وقد أتى المدينة ودرس وممكن ربما خرج من المملكة وانتهت التأشيرة وهو يريد أن يطلب التأشيرة الجديدة. وعلى كل حال الإجراءات متشبهة، فأنا سوف أمشي بالخيار الثاني لأن لديه رقم جامعي. وعلى كل حال كما قلت الإجراءات متشبهة. طيب، أول شيء أملأ البيانات وكابتشا وأدخل على الموقع. بعد ذلك نمشي إلى منصة التأشيرة ونضغط على طلب إعادة الإصدار التأشيرية أو تأشيرة. وبهذه السهولة نأتي الاستمارة، لا بد من ملئها أو من امتلائها. وهناك يوجد بعض البيانات وهي للذين قد قبلوا بالجامعة وهم طلاب، فمثلا أنا منصور رفمادي، كلية الدعوة وصول الدين، التخصص في العقيدة. على كل حال نضغط على التالي. وهناك بيانات شخصية، إذا ما وجدتم اسمك واسم العائلة فتملأ هذه الاستمارة، وبالنسبة لي فهي موجودة فأضغط على التالي. بيانات جواز السفر لا بد من امتلائها وهي غير موجودة عندي، فلذلك أنا أملأ أولا وبعد أرجو إليكم. طيب، قدمت بيانات جواز السفر. ومهم جدا، من المهم جدا أنك لا تخطئ ولو في حرف أو في رقم واحد. إذا أخطأت فلن تستطيع أن تحصل على التأشيرة، سوف ترفض تأشيرتك. ولذلك تتأكدوا من هذه البيانات أنها صحيحة. وبعد ذلك نضغط على التالي. وهناك يسألون صورة جواز السفر، فهذه هي، نقدمها وندخل على التالي. ومن جديد عليك أن تتأكد من أن الاسم رقم الجواز مطابق تماما لجواز سفرك. إذا أخطأت فمن جديد كما قلت من قبل لن تحصل على التأشيرة، ولذلك تتأكدوا وبعد ذلك ندخل على التالي. ويسألونك جهة القدوم، في أي البلد تريد أن تحصل على هذه التأشيرة. فبالنسبة لي أنا من كازاخستان، وفي كازاخستان لا يمكن الحصول على التأشيرة، ولذلك سوف أختار الإمارات. طيب، اخترت الدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد هناك خياران أبو ظبي أو دبي، فاخترت دبي. وندخل التالي ونتأكد.
أولا نجيب مكان وجود الطالب الحالي، هل أنت خارج المملكة أو لا؟ فنتخيل أني خرجت من المملكة وأريد هذه التأشيرة، سبب للطلب، فمثلا أريد أن أستمر في الدراسة، وعلى كل حال عندكم سبب خاص فلا بد أن تكتبوها أو تكتبوه، وأنا كتبت أريد أن أستمر في الدراسة وأتعهد أن البيانات هي صحيحة، وأرسل إرسال. بعد ذلك فمثلا أنتم تنتظرون هذه التأشيرة، وفي يوم من الأيام قد صدرت، تذهبون إلى نفس المكان والطلبات، هذا هو المكان يمكن تحميل هذه التأشيرة. حينما بعدما صدرت هذه التأشيرة سوف ترون إن شاء الله هناك التحميل، ويمكن التحميل لهذه التأشيرة.